question is عندي بعض الشبهات لدي شبهات. I have some doubts about the Prophet's marriage to Aisha رضي الله عنها and regarding her age. Please can you clear this up? هذه الشبهة التي يثيرها أعداء الله على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها شبهة داحضة، وذلك أنهم يثيرون هذه الشبهة على العوام حتى يزهدونهم في اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة. والجواب عن هذا أن يقال إن العقد على الصغيرة شيء والدخول على الصغيرة شيء آخر، ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها 7 سنوات، وهذا لا إشكال فيه ولا حرج. وما المشكلة؟ ما المشكلة أن يعقد على ذات 7 سنوات أو من هي أقل من ذلك؟ هذا لا إشكال فيه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة رضي الله عنها إلا وعمرها كم؟ 9 سنوات، كان عمرها 9 سنوات. والسؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أعداء الله يحب أن يقضي وطره أو شهوته من الصغيرات، وهذا خلق غير سوي، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، السؤال، لو كان ذلك كذلك لما تأخر الزواج هذه المدة؟ انتظر عليه الصلاة والسلام من 7 حتى بلغت 9. ما ظنكم الجواب؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر دخوله بها حتى تكبر في جسدها، حتى تكون كبيرة في نفسها، فتكون أهلا لحصول المعاشرة التي تكون بين الرجل وبين زوجته. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة مكتملة الأنوثة مثلها مثل أي امرأة. والإشكالية التي تحصل هنا هي أن هذا الذي يثير هذه الشبهة يقيس أحوال الناس في هذا الزمان على الأحوال التي كانت في السابق قبل 1400 سنة وأكثر من ذلك. والواقع أن هذا الاختلاف له أثر في المسألة. فالنساء كن قديما نساء قويات يعملن ويكدحن في الحياة، وبالتالي أجسامهن أقوى من أجسام نساء هذا الزمان، وبالتالي كن النساء في السابق قويات ويتزوجن مبكرا، ولا غضاضة في ذلك لأنها امرأة قوية. بل أنا أسألكم، كلنا نعلم الفرق بين سن الزواج بالنسبة للمرأة التي هي في الريف أو تعيش بدوية في الصحراء وبين بنات المدن. غالبا أن بنات الأرياف والبادية أنهن يتزوجن مبكرا. لما؟ لأن أجسامهن أقوى، وبالتالي يستطعن أن يكن زوجات. فهكذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من زواجه لعائشة رضي الله عنها في ذلك الزمان، أنها كانت تطيق وأنها كانت امرأة وهي في سن 9. ونحن نعرف في هذا الزمان نساء كثر تزوجنا في هذا الزمان وأنجبنا وهن في هذه السن. كثير من الحوادث مرت علي وقرأتها في القديم والحديث لنساء تزوجنا في 9 وأنجبنا، بل ومن النساء من عمرها 20 عاما وأصبحت جدة. ما رأيكن بهذا؟ هذا أمر واقع. فلماذا إذن تثار هذه الشبهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي يدلك على بطلان هذه الشبهة، تأمل يرعاك الله في أمرين. أولا، هل أثار أحد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة
قديما؟ يعني كان اليهود يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون أي زلة حتى يشوهوا دينه ويشوهوه هو عليه الصلاة والسلام في أعين الناس. كان المشركون كذلك يتربصون به الدوائر، ولذلك كانوا يقولون عليه ساحر، ويقولون عليه مجنون، ويقولون عليه كاهن، ويقولون عليه شاعر. طيب لو كانت هذه القضية غريبة وليست معهودة عند الناس، أن رجلا يتزوج فتاة أو يدخل بفتاة عمرها 9 سنوات، أليس هذا أولى أن يثيروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، ومع ذلك ما تكلم أحد بذلك. هذا واحد. ثانيا أسألكم، ماذا كان رد فعل عائشة رضي الله عنها على زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو تخيلنا المسألة على أنها رجل كبير وطفلة صغيرة، وهذا الكبير يعتدي عليها ويرغمها على شيء هي لا تستطيعه وهي لا تفهمه، ألا يكون هذا سببا لتولد الكراهة في نفسها تجاهه؟ لا شك أن هذا هو المعقول، أنها في حكم من يغتصبها، أنها تعتقد أن هذا غاصب لها، بالتالي فإنها تكرهه أشد الكراهة. والسؤال، ماذا كان شعور عائشة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست كانت محبة له أعظم ما تكون المحبة بين الرجل وزوجه، بين الرجل وامرأته؟ إذن هذا دليل على أن الذي حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه بعائشة رضي الله عنها أمر معتاد عند الناس في ذلك الزمان ومقبول ولا غضاضة فيه، وإنما الناس الآن يستشكلون أشياء لعدم فقط تعودهم عليها والاختلاف أحوالهم عما كان عليه الأمر في السابق، والله تعالى أعلم. This doubt that the enemies of Allah and the enemies of Islam and the enemies of the noble Prophet sallallahu alayhi wasallam, which they spread, is a shallow doubt. And they only use this doubt in order to exploit the awam, the common people, and to divert them away from our noble Prophet sallallahu alayhi wasallam. And they say that he married a young girl or a young infant. And the answer is that firstly, there's a difference between the aqd, the marriage contract, and there's a difference between consummating the marriage or having sexual intercourse. There's a difference between the marriage contract and there's a difference between consummating the marriage. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he married her when she was 7 years old, meaning the marriage contract was fulfilled when she was 7 years old, and there's nothing wrong with this. There's no problem with this. Rather, perhaps even somebody who's younger will be married in terms of the marriage contract. And as for when the marriage was actually consummated, this was after she was 9 years old, and the enemies of Allah, the enemies of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, this is what they spread. They say that he used to seek pleasure in young girls, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam is far away from this. May my father and mother be sacrificed for him. If this was the situation, that he used to enjoy this, then why did the Prophet sallallahu alayhi wasallam wait for 2 years in order to consummate the marriage? Meaning, if he enjoyed this action with young children and he married her when she was 7, then why did he wait up until all the way she was 9, i.e. 2 years, in order for him to consummate the marriage? Surely he would have done it when she was 7 years old. And this shows that the reason why the Prophet sallallahu alayhi wasallam delayed the consummation of the marriage for 2 years was so that her body and physically she could grow into a woman, and therefore he only consummated the marriage when Aisha radiallahu anha, when she was a woman, physically she was a woman, and therefore she could have those relations. And the problem that we have today is that people are comparing between today and between that, between the situation over 1400 years.
And of course, women 1400 years ago and women today are completely different. Physically, they were different. So the women in those days, they were strong in their physical nature. In their bodies, they were strong. And they used to work and they used to tend to their daily chores. And for this reason, their bodies and physically, they were much mature and more stronger and more able. And for this reason, it was something normal, it was from the norm in society at that time that girls or women would be married at a young age, and maybe today this does not take place. Even today, if you compare between a woman from the countryside, a woman from the rural area, or a Bedouin woman from the desert, and compare her body or her physical nature to a woman from the cities, you'll find that they are more mature physically than the women from the cities. And for this reason, even today, women from rural areas and the countryside or the desert are married at an earlier stage than women from the cities. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam consummated the marriage, she was a woman, she was complete in terms of her femininity. And we know of women even today, and also we read of previously how they were 9 years old and they would have children. In fact, we know of a woman who is 20 years old and she's a grandmother. And this is today. She's 20 years old and she is a grandmother. And also another point, another answer is that the enemies of Allah in that time, i.e. the Yahud, for example, they used to wait for any opportunity in order to attack the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They used to plot against him, and if there was any possible thing which they could attack, then they would exploit it. Also the mushrikun, they would accuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam with all sorts of accusations. They called him a magician, they called him a madman, they called him a poet. And therefore, had this practice been something which was shocking to society or out of the norm of society, then surely the Yahud and the Mushrikun, they would have exploited it. Yet they never ever mentioned this thing. And this shows that what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, it was within the norms of society because of the physical nature of women in that time. Also, I ask you another question. How did Aisha radiallahu anha, how did she respond or how did she react to this action? Had the Prophet sallallahu alaihi wasallam violated her and had he taken her by force and forced himself upon her and she was hating of it, then she would have something of hatred inside her. She would despise him. And yet how do we find the relationship and the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam towards Aisha and vice versa? We find that it is the most affectionate relationship between a husband and a wife. And the problem is again that people in this time are plotting with these doubts and also comparing between a situation for 1400 years ago and a situation today. قرأت قبل مدة بحثا كتبه أحد الباحثين. طبعا هذه الشبهة تثار كثيرا من قبل أناس في أوروبا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة. باحث من الباحثين عمل دراسة تاريخية على السلالات المالكة، الأسر المالكة في القديم في أوروبا، فكانت النتيجة أنه وجد عددا من الملكات وغيرهن من الأميرات تزوجنا قبل العاشرة بل قبل التاسعة، وكان هذا الأمر معقول جدا في السابق. والعجيب أننا ما وجدنا أحدا أثار هذه الشبهة وطعن أو تكلم في هذه الأسر كيف تزوج طفلة صغيرة من رجل كبير. الجواب أن الأمر معقول، وأنهم يتشبثون بأي شيء يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بباطل فيثيرونه. وإلا فكل إنسان يعلم أن الذي كان
مقبولا أو سائغا في عصر، ربما لا يكون مقبولا أو سائغا في عصر لاختلاف أحوال الناس، اختلافهم في أجسامهم، اختلافهم في طبائعهم، في غير ذلك. فاختلاف الطبائع هذا، اختلاف الأحوال التي يكون عليها الناس، لا شك أنه يدور معها الحكم الشرعي وجودا وعدما، والله تعالى أعلم. A short while ago I read a research paper by a particular researcher, and he was looking into various royal families and royal dynasties, especially in Europe. And it's in Europe where this doubt is thrown about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he studied old royal dynasties and kingdoms and families, royal families, and he found a number of previous queens and a number of their princesses or their royal women who married before they were 10 years old. In fact, even before they were 9 years old. And this is something which was accepted and understandable. So why is it that nobody amongst them points the same finger and accuses those kings and those queens of their own dynasties and their own kingdoms and royal families, only regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And the answer is that, of course, this was something which was accepted at that time. But these people today, they use any possible means, even if it is falsehood, in order to accuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And every single person appreciates and knows how people are different now and how people were different those years ago, in terms of their nature, in terms of their emotions, in terms of physically how they were different. And something which was accepted then might not be accepted now because of the difference in the nature of people. And always the hukum of the sharia, the ruling of the sharia, takes into consideration the difference of the reasons behind the ruling.